سيدنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في إطار الجولة ديالي والتعريف بمشاريع بلدي الحبيب المملكة المغربية الشريفة. كنعرفكم بجميع المشاريع اللي قدرنا عليها واللي ما قدرناش عليها شافنا الله، ومع ذلك فهناك حصريات في قناة مشاريع المغرب. وصلنا لمجموعة ديال النقاط أو مراكز أو محطات اللي كتعرف أوراش كبرى وضخمة منها من الناظور غرب المتوسط مشاهدين الكرام، ومجموعة كبيرة من الملاعب المرشحة لاحتضان كأس إفريقيا وكأس العالم وحتى الخاصة بالبطولة الوطنية مشاهدين الكرام. قناة مشاريع المغرب كترحب بالصغير والكبير، قناة الأسرة، قناة الأفراد، قناة الجماعات، قناة المقاولة، قناة الشركات، قناة المقاول، قناة الجميع، قناة التقدم والازدهار. وحنا لازلنا معكم وحاطين الرحال ديالنا في الجبهة، غادي نبقاو فيها ومازالين مستمرين فيها، لأننا غادي نكتشفوا معكم كنوز وكنوز ستدهشكم وقليل من المغاربة اللي كيعرفوا هذه المنطقة من ناحية الرونق والطبيعة والجمال والمشاريع اللي غادي نشوفوا واللي شفتوا معايا ومازال غادي تشوفوا بحول الله. الجبهة، مدينة الجبهة إن لم أقل بلدة شاطئية مغربية ذات ميناء صغير ومركز جماعة امتواء القروية اللي جات ما بين الجزء الشمالي من المغرب من المنطقة الساحلية المتوسطية، اللي جات ما بين جبال الريف وعلى الطريق اللي كتربط ما بين الشمال الغربي بالشمال الشرقي من المغرب الحبيب. الجبهة مشاهدينا الكرام هي مركز الجماعة القروية امتيوة، وهي جزء من إقليم شفشاون ضمن جهة طنجة تطوان اللي كتضم الجبهة. الكثير كيتسأل الاسم ديال هذه الجبهة ومنين جا هذا الاسم كلمة الجبهة، وتعود تسمية هذه البلدة بهذا الاسم لكون تموقع ديالها في واجهة ومقدمة سفح مجموعة من الجبال المطلة على البحر الأبيض المتوسط، فتبرز كما لو أن المدينة عبارة عن جبهة لسلسلة من الجبال، فهمتوا دابا المعنى؟ ومن ثم تعرفات باسم الجبهة، كما عرفت الجبهة بأسماء أخرى عبر التاريخ، كانوا كيسميوها شحال هذه في العصور الرومانية، تعرفت باسم كوربيكلا ومعناها المخيم أو المأوى، حيث كانوا كيعتقدوا أن السفن التجارية اللي كتدوز من الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط كانت كتوقف أو أكوستي في الميناء الطبيعي للجبهة. الميناء الطبيعي مصوب من عند الله، ما ديك الساعة ما كان مصوب حتى شي واحد. وكذلك مشاهدينا الكرام بأسباب أو بسبب الفيضانات ديال بصح اللي كانت كتحصد حب وتبن، وغنخليكم مع هاد المشاهد باش تشوفوا هاد الفيضانات مشاهدينا الكرام. إذا من بعد ما شفنا هاد الفيضانات، راه الأشغال خدامين حاليا على الواد
المو اللي كيصب في الميناء في البحر الابيض المتوسط مشاهدينا الكرام، بعد ما داروا له واحد المصفيه واحد التباراج يعني باش ما يخليش دوك الاحجار والمخلفات كلها ديال الجبال كلها تجي الميناء مشاهدينا الكرام. ومن خلال هذا الميناء غادي نخليكم مشاهد بالليل والنهار مع اشغال الكورنيش مشاهدينا الكرام. هذا اخوكم سي محمد كالعاده، كنشكر الناس اللي كيفكروا يدعموا القناه واللي كيفكروا انهم يشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر كنوع من الدعم، كذلك الناس اللي كتبارطاجي هذه القناه بين الاسره والعائله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، الى اللقاء يا اصدقاء وفرجه ممتعه.
بالنسبة للميناء هو هذا أمامكم مشاهدينا الكرام، كتم التوسيع ديالو، ميناء صغير شوية. الباطوات تيخرجوا هنا الصيد بالليل، ودايرين لهم واحد المنارات، هاهما هنايا مؤقتين بيد المسالة والأشغال باش كيوريوهم البوابة منين يدخلوا يخرجوا. كاينين جوج، وحدة حمراء وحدة خضراء، راهي الحمراء كتسينيالي ليه، الحمراء غتشعل راهي كتمشي، وحدة حمراء وحدة خضراء يعني البوابة ديال الدخول والخروج إلى المرسى.